شكرا معلق الكابتن احمد مناع. اذا انتصفت المباراه بتقدم النادي الاهلي 36-32. الحقيقه النهارده النادي الاهلي بيقوم بمباراه دفاعيا متميزه، 32 نقطه في يعني 20 دقيقه، يعني تقريبا افريج 16 بوينتس في الجيم في الكوارتر، فده الحقيقه نسبه تهديف قليله اللي هتيجي فينا، ولكن يتبقى بعض التركيز في الاوفنس. في الحاله دي ممكن النادي الاهلي يفرق كثيرا. برحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو للمره الثانيه، كابتن سلعاوي اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن عيسى. كابتن ميشو منورنا المره الثانيه. كابتن ميشو اهلا بيك كابتن عيسى. كابتن سلعاوي، يعني راي حضرتك في الفتره الاولى والثانيه، يعني السكور مازال قريب مش بعيد، المباراه لسه كلوز جيم، بس في اكيد نقاط قوه وضعف لكل الفريقين في الشوط الاول. انا شايف ان المباراه متكافئه ومباراه مقفوله جدا ومباراه خططيه، فالخطط المدربين مسيطرة على أداء اللعيبة في الملعب. الأهلي مقدم جيم دفاعيا 10-10، هجوميا نقص بعض التركيز، في توتر في أو نظام اللي هو بتاع إن أنا خايف من إن دي مباراة نهائية وبلعب على بطولة وكده. النادي الاتحاد السكندري دولا قدم شوط هو والامريكي اللاعب المحترف شوط كويس، الشوط الاولاني والثاني، لكن اللي انا عايز اقوله ان النادي الاهلي فارض اسلوبه، فارض سيطرته او ماشي جيم زي ما هو عايز الاول شوطين. نعم. يعني النادي الاتحاد ما طلعش على النادي الاهلي خلال الشوط الاولاني او الشوط الثاني. نعم. اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن ميشو شايف ازاي الفتره الاولى والثانيه، خاصه انه يعني حتى الان النتيجه متقاربه والجيم في الملعب. هي لحد دلوقتي العمليه اللي زايده قوي موضوع جس نبض الفرقتين لبعض. يعني في جس نبض زادت قوي في الاثنين كوارتر، بس مختلفه. يمكن النادي الاهلي مختلف عن نادي الاتحاد شويه. النادي الاهلي في الاوفنس ثابت، والدليل ان هو في كل كوارتر جاب 18 بونت، الكوارتر الاولاني جاب 18 بونت والكوارتر الثاني جاب 18 بونت، فالمعدل هنا ثابت. الاختلاف المعدل، التغيير بتاع النادي الاتحاد في تغيير كلي. ما ينفعش النهارده في كوارتر اجيب 11 بونت وكوارتر تاني اجيب 21 بونت. يعني النهارده 21 بونت يعتبر كتير. اختلف يمكن حته نادي الاهلي الديفنس بتاعه مختلف في الفتره الاولى ومختلف عنه في الفتره الثانيه. انما الاوفنس بتاع النادي الاهلي هو ثابت، فهي دي النقطه. حته ان هم عمالين لحد دلوقتي برده كل واحد بيلعب في حرص شويه. ده اول جيم، اهم جيم، يعني من اهم الجيمات اللي هو الجيم الاول والثالث، ده من اهم الجيمات. هو كل فرقه عايزه تكشف وتشوف الورق وطريقه اللعب. يمكن النادي الاهلي لعب الكوارترين لعبهم ثابت، لعب مان تو مان، ممكن ما غيرش اي نوع من الديفنس. الاتحاد غير شويه، لعب فتره زون. نعم. ويمكن الزون دي تعب الاهلي، تعب الاهلي ورجع بالرغم ان يا كابتن اللي اعرفه دايما لما اكون بلعب في المان واتفوق وتقلب زون، انت بتبقى الدنيا بالنسبه لك نوعا ما بتبقى خلاص، يعني انت راكب الجيم. بس فوجئت النهارده النادي الاهلي ما عرفش يلعب، ما عرفش يستغل الزون ولا يستغل المساحات اللي بتبقى موجوده خلف الخطوط، علشان هو قافل. يمكن مشكله الاهلي ان عنده مشكله في 4-5، ان هم يمكن نسبه الشوتنج بتاعتهم مش عاليه قوي. فدي قافلين على الثلاثه البريميتر، قافلين عليهم، مش بيلعبوش مع بعض، مش واخدين حريتهم. النهارده يمكن اللي كان ممكن يفك لك الشفره دي شويه مروان سرحان، لو كانت ماشيه معاه هو جاب واحده وبس، واخد اكتر من كورتين ثلاثه واخدهم برده. كيجو نفس الكلام، ما عندوش اللي هي الشوطه اللي هي ممكن غير نادي الاتحاد. النهارده عندك هيثم كمال بيقدر يشوط 3 بونت، عندك بيبو يقدر يشوط 3 بونت. فالنهارده يمكن عشان كده يمكن مستر جوستي يمكن ما حاولش يروح او يتجه لحته ان هو يلعب للزون، وممكن يلعب على حسب التشكيله بتاعت نادي الاتحاد، بس عارف ان الخمسه اللي موجودين او على الاربعه على الاقل موجودين في نادي الاتحاد عندهم نسبه الشوط. هي دي يمكن اللي تعبت النادي الاهلي، بس بعد كده بدات تتحل في حته ان نزول عمر طارق، ان بدا ياخد بوزيشن تحت في حته الزون، هي اللي فكت خلت كابتن احمد عمر يرجع تاني للمان تو مان. اشكرك كابتن ميشو. كابتن سلعاوي، افضل لاعب المباراه في النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ افضل لاعب كريم حاتم. كريم حاتم مين تؤيدني؟ مين تؤيدني؟ ايدك طبعا. احنا اتكلمنا اوف اير كنا متفقين على ده. كريم حاتم عمل جيم اول وثاني هايل بصراحه. اللعيب الامريكي بتاعنا حاطط في اول شوط بس حوالي 10 بونت او 9 بونت، ماسك الجيم كويس، بيلعب الفرقه على فترات ايهاب امين وعمرو الجندي. كيجو مسيطر شويه على الريباوند. كيجو كويس النهارده صراحه. مسيطر على الريباوند شويه.
لكن ما زال مشكله الفاول شوتنج. طيب وجهه نظر كابتن ميشو لعيبه الاتحاد مين نجم النهارده؟ النجم اللي شايف ان هو على رغم ان هو لعب فتره قليله جدا هو احمد ابو العلا بيبو، لعب فتره قليله جدا على طول كويس بصراحه، بس عامل لك النهارده ريباوند كتير جدا سواء اوفنس او ديفنس، يمكن هو مش واخد الوقت الكبير يعني مش واخد وقت كبير. يجي بعديه شويه برضو الحال المشكله شويه مايكل ديكسون، عنده خد اوبن شوت بيقدر يمشي اللعيبه، يمكن باقي الاوراق على فترات يعني الموضوع ماشي معاهم على فترات زي ما بقول لك كابتن هيثم ان هو الموضوع كله جس نبض، هم في اللعيبه قلقانه. طيب خليني اقول لك بعض الارقام كده لبعض اللاعبين يا كابتن، احصائيات وصلتني يعني ممكن منها استشف من حضراتكم بعض النتائج يعني او بعض الارقام. خلينا نتكلم على نادي الاتحاد، اكتر اللعيبه مشاركه في الملعب هو مايكل ديكسون، هو اكتر لعيب المشاركه 16 دقيقه ونص تقريبا، يجي وراه يوسف شوشه 14 دقيقه و10 ثواني اكتر اللعيبه مشاركه، وبعد كده يجي طبعا احمد عادل، وبعد كده يجي انس اسامه، وبعد كده احمد عادل. طيب افضل مسجل في فريق نادي الاتحاد 9 نقاط احمد عادل، وهيثم كمال 9 نقاط، ويجي وراهم مايكل ديكسون 7 نقاط، يعني احنا بنتكلم في حاجه 26 نقطه تقريبا 24 نقطه تقريبا من اجمالي السكور حطوا 3 لعيبه في نادي الاتحاد. طيب نتكلم عن الريباوند، نشوف الريباوند توتال الريباوند اللي جابه او افضل. طب لا الاول انا عايز اروح للثري بوينت بعد اذنك يا كابتن ميشو، 3 بوينت لينا او لخلينا في نادي الاتحاد الاول. نادي الاتحاد نسبته في 3 بوينت 40% عاليه، 40% شاط 10 جاب 4 يا كابتن، شاط 10 جاب 4 40% نسبه عاليه يا كابتن سلعاوي. نعم ده نسبه 3 بوينت في النادي الاتحاد. في الريباوند بقى نجيب الريباوند توتال ريباوند، نادي الاتحاد جاب 22 ريباوند يا كابتن ميشو، كابتن سلعاوي جاب 22 ريباوند. خلينا نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي اكتر اللاعبين مشاركه حتى الان في النادي الاهلي 16 دقيقه ايهاب امين، ايهاب امين طبعا 16 دقيقه ونص بالظبط، نفس الوقت اللي خده 16 دقيقه 24 ثانيه هو نفس 16 24 ثانيه اللي خده ديكسون بالظبط. هداف الفريق في النادي الاهلي حتى الان 9 نقاط، ايوه هو مين؟ براندون 9 نقاط الشوط الاولاني بس، هو الشوط الاولاني بس برضه 9 نقاط هو اكتر الهدافين. يجي وراه ايهاب امين 6 نقاط. الجميل بقى ان كل الفرقه 3-4 يعني عندك عمر طلع حط 4 بونت، عمر عزب 3 بونت، عمرو الجندي 3 بونت، مروان سرحان 5 بونت، مصطفى كيجو باسكت، يعني السكور متوزع غير الاتحاد يا كابتن. الاتحاد فيه 3 لعيبه بس هم اللي حاطين 80% او 70% من السكور، انما سكور النادي الاهلي متوزع على اللعيبه. 3 بوينت نسبه 3 بوينت في النادي الاهلي 30% قليله، شايطين 13 يا كابتن، وده اللي انت قلت عليه قبل كده في الاستوديو اللي قبل كده، جايبين 4 بس 13 4 يعني ما كملش، شايط 10 جاب 4 يعني 3 يعني 30% يعني 33 من اول 33 تبدا النسبه تبقى. طيب الريباوند احنا قلنا الاتحاد جايب 22 ريباوند صح يا كابتن. طيب هنقول بقى نادي الاهلي جايب ايه ده 22 ريباوند برضه. ايه ده هم حافظين ولا ايه يا كابتن؟ تكافؤ 22 بوند 22 ريباوند الاثنين، ده جايب 22 بوند ده جايب 22 بوند. طيب انا برضو من ضمن الحاجات الفيلد جول برضو مهمه جدا يا كابتن سرعاوي يا كابتن ميشو، الفيلد جول بتاع الفرقتين، الفيلد جول في نادي الاهلي 45% في نادي الاتحاد الفيلد جول بالظبط. هقول لحضرتك الفيلد جول اهو، الفيلد جول 32% الاهلي احسن الاهلي هجوميا مركز، انا قلت لك اللي هو مسيطر ولكن في احسن بيلعب. لا يعني انا قصدي اقول لك 45% في فيلد جول، احنا لو كنا وصلنا بيها 60% كان ممكن النادي الاهلي النهارده يعدي في السكور. طيب جه وقت من الاوقات كان ممكن فرقه تعدي بالسكور اكتر من الثانيه. طيب خلينا اقول برضو البوينتس فروم فاست بريك من الاتحاد 9 نقاط، فاست بريك حاطط نادي الاتحاد 9 نقاط يا كابتن سلعاوي. كابتن ميشو والنادي الاهلي حاطط من الفاست بريك 11 نقطه. انا قلت الارقام، اسمع تعليق ضيوفي كابتن سلعاوي الارقام دي. لا الارقام دي توضح منها ان النادي الاهلي هو متحكم في ريتم الجيم، النادي الاهلي هو مسيطر على يعني مثلا زي الفاست بريك احنا نسبه السكور هتلاقي فاست بريك 11 نقطه. هي المشكلتين عندنا الزون دي مشكله من المشكلات، زائد ان اللعيبه بتاعتنا الطوال ما بيقابلش اللي هو داخل على الباسكت زي سيف لبس فاول في الموضوع ده
عمر طارق، عمر طارق ثلاثة فاول بتاعت لابس الكتير في المقابله دي. فذكاء اللاعب لما الكره تبقى خارج نطاق لمه او خارج نطاق المنطقه اللي هو مسيطر عليها، ان ما عملش فاول. نعم. لكن انا ما فقدتش الكره واعمل فاول. نعم. دي مشكله برضو لازم يعني نتخلص منها، بخلي بالها من زائد ان الفاول شوتنج، الفاول شوتنج مهم جدا، لان الماتشات دي حساسه ولن يحسمها الا الفاول شوتنج. نعم. اكتر من اي حاجه. نعم. خليني برضو اقول لك نسبه فاول شوت بس كابتن ميشو، اسمع راي حضرتك على الارقام السابقه لغايه ما اجيب انا نسبه فاول شوت. اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن، هي الارقام الى حد ما فيها يعني متساويه الى حد ما. نعم. الا الفيلد نادي جولد. بس النادي الاهلي استغل حاجه، خلي بالك يعني دي تحسب للنادي الاهلي، حته الريباوند هنا دي نقطه هي اللي فرقت مع النادي الاهلي النهارده. انت بتتكلم بغض النظر، بس النهارده مين اللي بيستغل النهارده الريباوند ده؟ هو اللي بيديك الاوتليت باس، هو اللي بيديك الفاست بريك. النهارده فاست بريك النادي الاهلي هو قدر يستفيد من الريباوند، وخصوصا ان الاطوال او البيج مان بتوع نادي الاتحاد أطول. عدد اطول، وفي عدد النهارده يقدر يعمل الروتيشن، سواء هيثم كمال، سواء انس، سواء بيبو، يعني عنده اعداد. انت النهارده الحته دي فرقت مع النادي الاهلي مع في عدم وجود عمر طارق. عمر طارق لما بيخرج بيبقى حته نسبه الريباوند الى حد ما بتبقى للنادي الاتحاد اكتر. النهارده هو طالع عامل 22 ريباوند والنادي الاتحاد 22 ريباوند، بس النادي الاهلي قدر يستغل حته الريباوند ان هو يطلع بيها 11 بوند بالظبط كده. هي دي حط 9 بدل، هي دي النقطه. الحته الثانيه انت بتقول نسبه ال 3 بوند، نسبه ال 3 بوند اللي خلت النادي الاهلي بيشوط النسبه دي، لان الوقت نادي الاتحاد هو اللي كان بيلعب زون، فكان عاطي مساحات اكبر ان في الوقت في اواخر الهجمه يمكن، بس ما بتجيبش بس هو كان لازم يتشاط. يعني مثلا مروان سرحان لازم شايط منهم اثنين، كانت لازم تتشاط. ما هو لازم تركيز بقى. هو مش نسبه. طب ده اقول لك على نسبه تحزم بقى يا كابتن. سوري الفرقتين بصراحه، الفري ثرو في النادي الاهلي شايطين 11، احنا جايبين 4. يعني كلامنا احنا مظبوط. ست نسبه فري ثرو 36%، يعني نسبه ما تبقاش لفريق طبعًا. 16 سنه طبعًا. طيب ناخد بعد كده في النادي الاتحاد. النادي الاتحاد برده نسبه تحزم النهارده 12-8، يعني 66%. الفرقتين ما هو احسن، بس الفري ثرو ده الدرجه الاولى 80% وطالع فوق 85% كمان. دي بتؤدى بدون اعاقه. بس النهارده اللي منزل قوي في النادي الاهلي الفري ثرو كيجو، جاي شاط 4 كبس، يعني الغريبه زيرو. فانا النهارده كيجو لازم يلاقي له حل الموضوع الفري ثرو، لانه بيسنتر وبيتضرب، فلازم يلاقي له حل. عندنا كابتن، عايز اقول لك حاجه برده عشان ما ندي له حقه. الوقت اللي نزل فيه كريم حاتم عمل شغل كويس جدا، وخصوصا في الاوفنس، يعني حللك شفره وقت بقى. ودفاعيا الولد هايل، ما انا بقول هايل دفاعيا، كان اول تغييره في الملعب. وده دليل يعني ثقه الراجل، يعني اجوستي او مستر اجوستي، انه شايفه في التمرين كويس، انه نزله اول تمرينه. لا عمل تغييره ده يعتبر بدايه كويسه. زي نفس الكلام برده يمكن اللي ثابت الى حد مستواه وماشي برده فرقه دوله، يعني بغض النظر عن قراراته، يمكن راح واحده رايح له، انت شايف واحد زي عمر طارق المفروض ما يروحش، بس حتى النسبه بتاعته عنده الجراءه، نفس الجراءه. هو بيعتمد على سرعته انه ممكن يروح. بس اقول لك على حاجه يا كابتن، انتوا رؤيتكم صح، يعني كريم حاتم الافشنسي بتاعته 7 تاني على افشنسي الفرقه بالظبط. اول افشنسي براندون، والتوقيت بتاعه يا كابتن، والتوقيت 10 دقائق بس، ما كملش 10 دقائق. ما انا بتكلم على كده. يعني كريم ما كملش، كريم حاتم ما كملش 10 دقائق، 9 دقائق و28 ثانيه، في الوقت اللي براندون واخد 19 دقيقه 13 دقيقه و9 ثواني. يعني هاب امين افشنسي 5 النهارده، يعني اقل افشنسي في الفرقه للاسف سيف سمير. يعني اقل افشنسي، ممكن لسه راجع الاصابه مش جاهز. اعلى ريباوند عندنا في الفرقه من غير ما افكر في النادي الاهلي كيجو. مصطفى كيجو من غير ما افكر. انا من غير ورق قلت لك. يعني من غير ما افكر كيجو جايب 6 ريباوند. اعلى ريباوند هشوف الاتحاد يا كابتن، اعلى ريباوند مين؟ يعني الارقام دي كلها بتبين النهارده المدربين بيبو لهيثم هيطلع. الريباوند عند حضرتك اعلى ريباوند هيثم كمال. وانا قلت لك لبيبو لهيثم. تخيل هيثم كمال ومين؟ تخيل يا كابتن، ديكسون. اعلى ريباوند 4 ريباوند لديكسون، وعندك 4 ريباوند لهيثم كمال ودومتون. ايهاب امين كله بعد كده، انس اسامه 3 ريباوند، احمد ابو العلا بيبو 3 ريباوند بس. يعني النهارده عندك هيثم، لا هيثم كمال انا من وجهه نظري احسن لعيب في الاتحاد النهارده، يعني اوفنس وديفنس من وجهه نظري، مش عارف تتفقوا معايا ولا لا. لا عنده حلول. لسه احنا بقول، لسه بقول لك ان هيثم النهارده يقدر يشوط الثري بوينت، يقدر غير عندك النهارده النادي الاهلي برضو بيعاني من الحته دي. يعني لو سيف سمير كان بحالته بعيد عن الاصابه، او مروان سرحان عنده الحته دي، كانت الدنيا هتختلف. ميشو توقعاتك للثالث والرابع ايه؟ انا شايف ان الجيم ده هيخلص في الاخر،
يعني مفيش توقعات؟ لا انا ما يعني في الاخر دي يعني انت سايبها بقى ما تعرفش. ما اقدرش بس انا هقدر اقول ممكن هقول توقع بس انا بقول لك الاحصائيات والارقام هالباسكتبول الارقام اللي بتحصل دي قدامك انت مش قادر تحدد العمليه في النهارده. نادي الاتحاد بادئ 11 بونت في كوارتر جايب لك 21 بونت يعني ارقام مختلفه ما تقدرش تقول الدنيا ما. نادي الاهلي نفس الكلام. كابتن السلعاوي توقعاتك يا كابتن؟ توقعاتي ان الجيم الثالث والرابع هيبقى جيم كويس. اللعيبه خلاص هتفك بقى التنشنه. ما تهربش من السؤال يا كابتن. توقعاتك يا كابتن ما تهربش من السؤال. بس اقول لك حاجه يا كابتن هيثم بعد اذنك اتفضل. لو النادي الاتحاد عشان ياخد الجيم ده لازم يطلع 10 12 بونت عشان ياخد الجيم ده. لو مشي ايكوال توقعاتي لا ممكن كده يروح الاهلي. رايك يا كابتن سلام؟ هو بص جاوب في الاصابه يعني ايه الكبد الاجابه. شوف يا كابتن هيثم على طول الاجابه على طول. كل المباريات اللي كسبها نادي الاتحاد كان فارق. يبقى انت بتقول ان ممكن الاهلي اقرب بس مش عايز تقولها. لا 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 اقرب ازاي الاهلي اقرب ولا كان عايز يعني. لا احنا بنقول باسكت وفرق الجيم اللي هيقوله بنحلل لكن انا اتمنى الاهلي ان شاء الله يكسب. ما ايوه ما التمني يا كابتن. معلم هو كابتن ميشو يتمنى الاتحاد يكسب. انا لا انا بتكلم على باسكت بول. انت النهارده شايف انا اخر واحد هقول رايي بس انت شايف بالمعدل ده او بالرؤيه الفنيه احنا قلنا قبل الماتش هنشوف احنا الاول ونقول انت اهو بفات شوطين انت تتوقع ايه؟ انا اتوقع ان شاء الله ان الماتش هيبقى متكافئ ولعيب برضه مفيش فايده. وكابتن سلام لعيب هداف لوس انجلوس هداف لوس انجلوس وبرضه لعيب. انت عايز توصل انا قلت لك الاتحاد هيف لو فرق خلاص ما فرقش ايكوال يبقى كفه النادي الاهلي اقرب للاخر. لا هتبقى كفه طيب انا رايي اقول لك. طب تسالني بقى رايي. لا انا شايف المباراه اللي راح النادي الاهلي النهارده هو الفايق. النادي الاهلي احسن طبعا. الارقام قريبه زي ما قال ميشو يعني الارقام مش بعيده وده الطبيعي في ماتشات الاهلي والاتحاد. بس انا شايف النهارده حاجه انا ما شفتهاش قبل كده في مباراه الاهلي. الروح التركيز الفوقان شايف الحاجات دي. بس خلينا نروح. طيب نروح ونتقابل بعد الثالث والرابع اعزائي المشاهدين. خلينا ارجع ثاني لصاله واحده الصاله الرئيسيه باستاد القاهره عشان ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه في المباراه الاولى في سلسله مباريات بيست اوف 5 في فاينل دوري السوبر المصري موسم 23 24 ومعلقنا الكابتن احمد مناع. فإلى هناك.